طبعا انت داخل وعايز تعرف ايه الكلمتين اللي انا هقولك، قول لي الفرق بينهم بقى وانزل في كومنت وقول لي الكلام اللي احنا حافظينه دوت. بس طبعا انت مش يعني انا مش هنصح منك، الاسم مكتوب فيه الكلمتين. فدلوقتي حالا انزل فعلا في كومنت وقول لي ايه الفرق بين sink و drown. يلا بينا. بص يا سيدي، بكل بساطة خلينا نخش في دراون الأول. دراون بني آدم غرق مات، أو كلب غرق مات، أو قطة غرقت وماتت. إيه يعني إيه الكلام ده؟ يعني والله أي حاجة حية بتتنفس كده هو زينا غرقت في المية يبقى ماتت خلاص كده، دي دراون، يبقى ده كده دراون. إنما سينك هي أي حاجة تانية بقى غير عاقل. يعني مثلا خلينا نديك مثلا مثال. شايف كده الكشاف ده؟ ده كشاف، والله انا يعني هرميه كده في الميه فهتلاقيه نزل جوه الميه وفضل ينزل 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 لحد ما وصل للقاع، يبقى كده ايه؟ سينك. هو غرق برضه تمام، بس هل هو مات؟ لا، هو كده كده يعني مش حاجه حقيقيه، يعني بص مش صاحي، ما بيتنفسش. يبقى ده لما ينزل في الميه ويغرق تحت خالص يبقى ده سينك. انما انا كخالد لما انزل في الميه لو لا قدر الله غرقت يبقى انا دراوند. اي بني ادم تاني يغرق دراوند. انما جبت حته خشبه وحطيتها في الميه مش هتغرق، يبقى دي مش سينك عادي جدا ولا دراون، لان الخشبه بتطفو. بس لو جبت مثلا ازازه وحطيتها جوه الميه ولا رميتها كده هتلاقيها بتقع. بتقع ليه؟ يبقى هي بتغرق، سينك. يبقى الحاجات اللي مش عاقل سينك، الحاجات العاقل البني ادمين يعني بدول دراون. خلينا نديك مثال دلوقتي. في سفينه لا قدر الله وهي ماشيه كده راحت غرقت، حصل لها اي حاجه راحت اتخرمت وغرقت، يبقى السفينه نفسها سينك صح. انما البني ادمين اللي جوه السفينه اللي غرقوا برضو دول هنستخدم معاهم drown. خلينا نقول كده الاكزامبل دوت. Yesterday a boat sank and five passengers drowned. Yesterday a boat sank and five passengers drowned. امبارح في مركب او سفينه غرقت وخمس ركاب غرقوا برضو، بس دول غرقوا وماتوا، يعني السفينة غرقت وباظت انما دول غرقوا وماتوا. مثال كمان. The boy believes that he will drown in the sea. The boy believes that he will drown in the sea. الولد معتقد ان هو هيغرق في البحر، يعني مجرد ما هو ينزل البحر هيغرق، اعتقاده كده. خد دوت كمان. My watch sank in the sea while I was swimming. My watch sank in the sea while I was swimming. يبقى ساعتي وقعت في المية وغرقت واثناء ما انا كنت بعوم. طب انا did I drown؟ لا، انا ما غرقتش بس ساعتي غرقت. طب ساعتي لما تغرق هقول عليها ايه؟ هقول عليها sink. انما انا لما اغرق اقول عليها ايه؟ اقول عليها drown. ويعني مش عايز اقول لكم ان كل واحد بقى يخلي باله من حاجته عشان ما فيش حاجه تقع في الميه، وانت تخلي بالك من نفسك، ما بتعرفش تعوم انزل بلايف جاكيت او ما تنزلش خالص وريحنا. وبس كده، ده كان الفيديو بتاع النهارده. ما تنساش لو الفيديو عجبك انزل اعمل لايك وسبسكرايب لو انت لسه مش عامل سبسكرايب، وشير عشان اكبر عدد من الناس يستفيد. سلام.